World Youth Forum under the auspices of His Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. تحرص اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال التأمين الطبي على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات سيادتكم لمكافحة فيروس كورونا بتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا من خلال ثلاث محاور: تعقيم الأسطح باستخدام تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية، تعقيم الهواء باستخدام أحدث أجهزة تعقيم الهواء، تعقيم جميع وسائل المواصلات من الداخل. التأكد من استخدام مجموعة أدوات العناية الصحية الخاصة بكل زائر والتي تحتوي على كل ما يحتاجه للوقاية من فيروس كورونا. تعقيم جميع المرافق المحيطة وتعقيم الأبواب بشكل كامل. انتشار اللافتات التوعوية والعيادات الطبية التي تعمل على مدار 24 ساعة. استخدام التكنولوجيا الغير مسبوقة لتقليل التعامل البشري وزيادة وعي الزوار، وهي بنسبة كبيرة صناعة محلية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أتشرف بوجودي اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائي الروبوتس الذين سوف يعملون في جميع الأرجاء خلال أيام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية سيادتكم. وأحب أن أطمئن سيادتكم بأن إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة للوقاية من فيروس كورونا. أتمنى لسيادتكم ولضيوف مصر الكرام أن تقضوا وقتاً آمناً هنا وتظلوا آمنين. تحيا مصر. شكراً.